تقبل لا تقبل لا، عنده استعداد يبيع بطاقة الانتخابية بكيلو طماطم حتى يعيش عائلته اليوم. يعني لهالمستوى هاي، كيلو يعني طماطم، خدمات. كيلو طماطم محمد. احنا عندنا صور مال التبيط شلون ديمر تبيط، محمد انت شوف شارع محمد عام. محمد هذا حكي كبير، يعني يعني مواطن يبيع صوته الانتخابي بكيلو طماطم؟ الله العلي العظيم، انا البارحه راسلتني مره قالت لي محتاجه 50,000 ابيع بها بطاقه الانتخابيه اللي هنا 5 بطاقة، زين لو لا بالله العظيم. شاب من الشباب الوياي، شاب من الشباب الوياي باع بطاقته الانتخابيه ب 50,000، قلت عمي روح ادخل 50,000 انت شو تسوي بها؟ قال باكج جاير ما عندي. انا بوقتها شايل 1,500، طلعت 1,500 من جيبي طلعت 500، قلت روح اشتري باكج جاير. احنا وصل بينا المرحله لهذا احنا وصلت بينا مرحله، ما خلينا شيء ما بعناه.